اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض وصفه معانا جبنه بوك. النهارده هنعمل بها وصفه جامده جدا، يعني كتير بيخافوا يعملوها بيكش منهم الحاجه. هنعمل كوردون بلو النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه، ويعني اي حد ممكن هو يلفها ويستعملها في منتهى البساطه. يعني احنا كنا الاول دايما نقول ايه، طيب ده احنا لازم بنفضل ناخد صدور الفراخ ونبططها جامد ونلفها وساعات تطلع اللفه قصيره. لا، احنا هنعملها بطريقه حلوه جدا ان شاء الله. النهارده هعملها بفراخ مفرومه، يعني عادي جدا كانها الفراخ العاديه خالص بس فرماها، وهعمل نفس الوصفات، فان شاء الله تبقى معاكم سهله قوي ومتحكمه جدا في مقاسها. عايزاها صغيره، عايزاها كبيره، عايزاها بتتحكم معاكي في المقاس جدا بقى، غير اللي كنا بنجيب صدور الفراخ ونفردها ونبططها. طبعا دي حاجه ودي حاجه، وبعدين نبدا نحط جواها الحاجه. لا، النهارده هنعملها بفراخ مفرومه، هي هي بالظبط. فعندي هنا صدور فراخ مفرومه هتبلها بحاجه بسيطه قوي، مش عايزه اغير طعمها، كانها صدر فرخه سليم. يعني انا قصدي ان انا ما احطش فيها حاجه النهارده، ممكن بعد كده نعمل وصفات ثانيه ونبدا نشكل فيها حاجات، وبرده نلف جواها اللانشون والجبن وكل الكلام ده. فعندي صدور فراخ مفرومه او فراخ شاريها مفرومه زي ما انت عايزه، بصل، لانشون عاملاه بقى يا ريت يعني، بس شاريها من بره عشان يبقى ايه خفيف في تقطيعته، اهم حاجه التقطيعه. عندي شويه بهارات، شويه بابريكا، شويه ملح وفلفل، بعد كده هعوز دقيق وبيض وبقسماط للقلي. تمام كده؟ طيب معانا جبنه بوك كمان بقى اللي هحشي بيها، يعني احنا دايما بنحط ايه جبنه وبص بعد اللانشون هحط النهارده جبنه بوك، هتبقى بالجبنه البيضة لذيذه جدا وان شاء الله هتعجبكم. كمان انا عشان الفراخ مفرومه فهتحكم ان هي ما تطلعش من الجناب وهتبقى مظبوطه جدا جدا ان شاء الله. فعندي هنا الفراخ المفرومه دي هاخدها اول حاجه، زي ما قلت تتبيله بسيطه كده. تتبيلة بسيطة مش كتير، يعني كأني حتى عارفة انت لما بتحطي صدور الفراخ بحط لها مية بصل وملح وفلفل قبل ما بحطها في الايه في اللفة اللي بلفها بيها. انا هنا دي بس كده خطوة واحدة واحدة كده ان شاء الله معاكم كويسة جدا. حط عليها شوية بصل مفروم مش كتير خالص، قليل قوي يعني، حاجة صغنونة كده، مع اني عارفة بحب البصل بس هنا مش عايزة اغير الطعم. شوية بهارات، شوية بابريكا، شوية ملح وفلفل، ماشي، تمام. وعجنهم في بعض. البصلة قليلة قوي، انا مش عايزة اغير طعم الفراخ او احط لها حاجة، انا مجرد كأني حط لها مية بصل. واعجن بقى الايه الفراخ دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هضيع بقى كل الملامح دي كده. بهارات، عايز طبعا اي بهارات عايز تحطيها بقى براحتك انت، براحتك اللي انت عايزاه واللي بتفضليه حطيه. انا لو عليا هحط ملح وفلفل بس عشان احتفظ بالطعم الاصلي للايه للفراخ. تمام كده، اهي كده خلاص. ممكن تحطيها في التلاجة تتشمع شوية. اشيل دول. عندي هنا بقى اللانشون ده اللي هستعمله، اجيب بس ايه دقيق وبيض وبقسماط. عشان دي التغليفه اللي بره. شويه دقيق، بيضه، وشويه من البقسماط. هتبل بس البيضايه دي كده بشويه ملح وفلفل. كوردون بلو بقى في منتهى البساطه والسهوله، ولا في اي حاجه. ممكن نفكها بنقطه ميه او لبن كده لو تحبي. نقطة بس، نقطة مية أو لبن.
عشان بس المطه اللي في البيضه دي تروح. تمام كده انا عندي الخلطه خلاص جاهزه. دقيق بيض بقسماط ده الوجه. اللانشون ده لو حاسس ان هو كبير في المقاس، ساعات في صغنن لانشون صغير وفي الكبير، فزي ما انت عايزه. فالكبير ده انا هعمل على مقاسها طبعا، لو حتى لو عايزه تقسميها اتنين وتعمليها في حاجات صغيره ممكن، بس انا عشان عامله النسخه من المقاس ده واحده على بعضها فهعملها واحده، انها ممكن لو انا عايزاها صغيره اقسم اتنين واعمل الصغير. ممكن اعمل لك انت ده وده. اجيب بس ورق استريتش كده، افتح الجبنه الاول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نشتغل بيها على طول تبقى جاهزه، يعني ما اجهز كل حاجه جنبي كده ما بقاش ايه الف حوالين نفسي. ومعلقه كده. تمام كده جاهزين، كده جاهزين. نيجي بقى هنا اوريكي بقى هلفها ازاي، واوريكي ازاي هي بتبقى سهله جدا. اكتر بقى ما كنا بننعى الهم، يعني انا من ضمن كنت بنعى الهم بصراحه ان انا اعمل الكوردون بلو بسبب الايه، الصدر صغير الصدر كبير لازم اغطيه كويس قوي وافرده، كانت شغلانه. لا دي اسهل كتير جدا. هاخد بس كده ورقه استريتش، بسم الله الرحمن الرحيم، لان دي بقى لازم تتلف وتخش الفريزر شويه وبعدين ابدا ان انا احمرها بعد كده. طبعا هتقولي طب التحمير دوت هيبقى يكفي ان هي تستوي من جوه؟ لا طبعا مش هيكفي، لان هي بتبقى كبيره وملفوفه رول، ففي من جوه بتبقى كميه كبيره من الفراخ لازم تستوي. فنعمل ايه؟ ندخلها الفرن، بعد ما نحمر هندخلها الفرن. باخد كده ماشي كده اهو، اقطع حته طبعا، بتقطعي بقى كذا حته قد الايه قد الحاجه اللي هتعمليها، بس انا ممكن اعمل حته حته علشان ما يتكلكعش مني. هاخد بقى الفراخ، حته الفراخ اللي عايزه اعملها افردها احطها كده وابدا ارقق، افردها مستطيل كده. ماشي كده بس الشكل كده. هي كمان لسه هسويها كمان بالايه؟ بالكيس. تمام؟ هاخد بعد كده بقى احط اللانشون عليها بعد بص فردتها، بص السمك بتاعها قد ايه شايفينها؟ رفيعه. مش تخينه خالص. احط عليها اللانشونايه الشكل ده، احط عليها الجبنه البيضة، جبنه بوك، بصوا طريه جدا. تمام كده كده كويس، يعني بتاخد معلقه كبيره، يعتبر بتاخد ايه معلقه كبيره. باجي بقى هنا كده واروح ماسكه اعمل رول بقى كده اهي، بص بالكيس والف. بص بقى طبعا عشان مفرومه فايه يعني تطلع معاكوا زي المسطره ان شاء الله. كده 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 اهي، واروح بقى ايه واخدها كده والفها. واظبط بقى الشكل بتاعها زي ما انا عايزه بقى كده اهو. اهي اعمل واحده كمان، اعمل لكم واحده كمان اهي دي كده، واحده كمان بالراحه خالص اهو، سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. الفراخ المفرومه دي انا حاطه لها بصلايه صغيره خالص مفرومه وشوية ملح وفلفل، شوية بابريكا، شوية بهارات وخلاص، ما حطلهاش أي حاجة تانية. هيجي كده الكيس الاسترتش بتاعنا دوت،
ناخد كده القطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس زي ما انت تحبي تصغري تكبري زي ما انت عايزة. يعني ممكن نعمل نص واحدة بس، نص لانشونية واحدة، يبقى ايه كوردون بلو صغير. نظبطها كده بس ما نخليش فيها فتحات كده، زي يعني شبيه المستطيل كده. وادي اللانشونايه والجبنه البوك ممكن كمان تفرجيها كده، مش عايزاها في النص بس. تمام، انا عايز ازودها شويه. كده حلو قوي، يعني معدل الجبنه كده مظبوط. اجي بقى هنا كده وابدا لف تاني. هي بص اللفه بقى كده اهي، رول بقى كده. انا بحط واسحب كده كده اهي، بس كده كلها بقت ايه رول كده. امسك بقى هنا الفها كلها وابدا اضغط من الجناب عشان اقفلها. وادخلها الفريزر بالشكل ده كده. تمام، تخش الفريزر اروح مطلعاها واروح حطها في ايه، في دقيق وبيض وبقسماط. طب ممكن ايه، طيب واحده بس واحمرهم بس بعد الايه، علشان اشيل الكراكيب. شفتوا صعبان عليا كده؟ اشيل بس الكركبه دي من هنا واغسل ايديا عشان ايه بعد كده نحمر على نظافه واوريك نعمل فيها ايه. اروح واخدها طبعا المفروض في الفريزر، بروح حاطه في الدقيق كده. الفريزر طبعا بتبقى احسن كتير جدا، وهي بطاطا كده. واروح حاطه في البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. واروح حاطه في البقسماط كده. طبعا دي بقى عايزه اقول لك يعني الواحده هتكفيه والزياده الواحد ياكلها دي اهي بالشكل ده. وبعدين اجي احمرها بقى، فهطلع فاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ويا رجالة من الفاصل. بصوا بقى الكوردون بلو اللي احنا عملناه ده بقى، اللي كان معمول ومتشال في الفريزر ببيض ودقيق وبقسماط كمان بالشكل ده اهي، ماسكه نفسها وحلوه قوي. هنبدا ننزلها في زيت تتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقي كل مقاس واحده حسب مقاس اللانشونيه بتاعتها. انا بقولك بقى ممكن تصغري كمان بقى للاطفال مثلا، اعمليها ايه نص بس، او اشتري اللانشون الصغير. يعني في انواع لانشون صغيره ده انا بفضله اكتر يعني، بس يعني مش موجود، والكبيره الموجوده هنشغلها عادي جدا. تمام، مش هتستوي حاجه، هكون مجهزه جنب صينيه عشان طبعا هنا مش تلحق، دي كمان مجمده يعني، فاللحمه جوه ملفوفه حوالين اللانشون والجبنه، فمش هتلحق طبعا تستوي، فبخليها دوبك تحمر كويس واروح مدخلاها الفرن بعد كده في صينيه على طول على الفرن، ما فيهاش اي حاجه ثانيه. بص تحمر طبعا بسرعه ازاي، عشان كده بقول لك طبعا ما تلحقش تستوي من جوه ده اكيد. وفي طريقه ثانيه ان انا اسلقها، يعني في الورق اللي كان هي ملفوفه فيه الاسترتش ده بقى لفها بقى ببيض وبقسماط وحطها في ورقه الومنيوم كمان، وبعدين سلقاها. بعد السلق اروح محمراها خلاص، مش هتقدر تخش الفرن بقى خلاص، يعني اللي مش عايز تدخلها الفرن تعمل كده. بعد ما انا عملناها في دقيق وبيض وبقسماط اروح لفها بالاسترتش وعليها ورقه الومنيوم وضغطها حلو قوي، واحطها في ميه بتغلي اسلقها زي بنسلق اللانشون كده، وبعد كده اطلعها تبرد افكها واروح ايه محمراها بس. وممكن احمرها من غير الاحسن، لا الاحسن تستلق من غير دي البقسماط، سوري
انا كده لا من اول هسلقها زي ما عملتها كده لحمه بس، هسلقها هي لحمه بس، اطلعها بقى من السلق ده واروح ايه حطها في دقيق وبيض وبقسماط ومحمراها مش العكس. اقول لكم اللي انا عملتها دي انا عملت فيها ايه، اقول لكم تاني عشان لسه ايه جاي معايا. دي فراخ مفرومه، فراخ مفرومه، اشيل بقى الزيت كده. دي فراخ انا عملتها كوردون بلو بالفراخ المفرومه عشان لسه دلوقتي معايا ما شافش الحلقه من اولها. ده كوردون بلو انا عملتها بفراخ مفرومه وتبلتها ببصله صغيره وملح وفلفل وبابريكا بابريكا وشويه بهارات برضه انت عايزاها يعني، المهم تبلي بيها الفراخ دي. فردتها في ورقه استرتش كده مبططه، حطيت عليها لانشونايه، فردت عليها جبنه بوك بمستوى حلو مش رفيعه قوي عشان تبان فيها. وبعدين رحت لفاها رول وضغط عليها بورقه الاسترتش، دخلتها الفريزر. عايزه اسلقها، هسلقها برضو بعد الاسترتش ده، شوفوا ان شاء الله الاعاده يعني. مش عايزه اسلقها احطيها في الفريزر كده وبعدين طلعيها، هحطها في دقيق وبيض وبقسماط زي ما شفتوا عملتها دلوقتي كده، ودخليها الفريزر تاني شويه وبعدين نروح محمرينها. عايزه زي ما قلت لك ان احنا هنسلقها بالاسترتش، اطلعها بعد ما سلقتها اسيبها تبرد وبعدين دقيق وبيض وبقسماط واحمرها كده تبقى استوت. انا كده ما استوتش ادخلها الفرن كده، هي لسه ما استوتش معايا، ادخلها الفرن بعد ما حمرتها التحرينه. بصوا احنا لسه منزلينها وفيها فراخ نيه مش مسلوقه ولا اي حاجه، دي كانت في الفريزر تمام. شوفوا الاعاده عشان الخطوات بتاعتها هي سهله جدا وبسيطه، بس يعني احنا مش بنعملها كتير فممكن يعني ايه يخير عليكم الموضوع. طب نيجي دلوقتي نعمل جنبها ايه الاكله الكوردون بلو بقى الشيك كده، ممكن نعمل ايه شيك جنبها كمان، نعمل بقى حاجات شياكه كده النهارده بقى افراج. نعمل جنبها مكرونه بالصوص الابيض، ايه رايكم؟ كتير سالنا عليها وحابين يعملوها، فانا هعمل لكم برده بطريقه سهله جدا وبسيطه، ودي على الاكل على طول يعني. ممكن نحط المكرونه لوحدها بيضه وانزل عليها صوص الابيض، وممكن ان انا احط المكرونه جوه صوص الابيض على البوتاجاز. انا هحطها على البوتاجاز عشان عايزه احط لها جبن واخليها تبقى شكلها حلو كده وشياكه زي ما قلت لكم. فعندنا هنا مكرونه مسلوقه، هنعمل بقى الصوص الابيض ده بايه؟ معلقه زبده كبيره، معلقتين من الدقيق، وحوالي 3 كوبايات من اللبن. بيبقى خفيف، هحط له جبنه رومي مبشوره وهحط له جبنه موتزاريلا. خلاص كده؟ انا حاطه بس هنا كده دي على النار اهو. انا عايزه ايه؟ مش 3 معالق دقيق، اوكي مفيش مشكله. هياخد هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه الزبده. بص هنا لو مش عايزه احط زبده كتير باخد الدقيق الاول واروح، دي مثلا 3 معالق دقيق دول من غير حاجه خالص. دي بقى الفكره التانيه قلت لكم عليها قبل كده، ان انا باخد الدقيق الاول من غير اي حاجه، اديله لون بسيط خالص يعني، اسوي الدقيق ده بقى بيخليني ما استعملش زبده كتير او سمنه كتير، بحط بقى حاجه قليله بعد كده مش مشكله. انا اهم حاجه اسوي عندي الايه الدقيق ده. انا عايز اشيل الزيت ده ولا اريكم باين ان في حاجه في الزيت ده اشيله ولا ايه؟ هو سخن مش عايزين مخاطر. خليه كده لما يقعد نبقى نشيله براحتنا، بس مضايقني في الشغل. ادي كده شويه صغيرين شويه صغيرين اهو، بدأ ايه هي سخنه قوي فبدأت ان هي تلون معايا بسيط يعني، تاخد بص شايفين اللون المصفر ده هو ده ياخد لون. انا طبعا مش عايزه اخليها ذهبي قوي عشان ما تغمقليش الصوص الابيض، بس الزبده كده كده هتصفرها اصلا، الزبده عندي صفرة. احط بقى كده مكعبين زبده صغيرين دول، معلقه زبده كبيره، واقلب فيها الدقيق ده. ماشي كده، بعد كده هنزل عليها اللبن بقى. دلوقتي هي طريقه سهله خالص وبسيطه، بس هي يعني بتبقى زي البشاميل بس بشاميل خفيف وبالزبده بقى، يعني لازم يكون ليه طعم حلو قوي ان هو مش هيخش فرن هو كده خلاص، فلازم بقى الدقيق ده يكون مستوي حلو، وطبعا لازم يغلي قبل ما انزل عليه المكرونه.
يعني ليه شروط كده معينه، لان هي كده خلاص اخر مرحله ليها. ماشي كده، دول 3 معالق دقيق، يعني هي كل كوبايه لبن معلقه دقيق واحده. في البشاميل العادي للمكرونه البشاميل بنحط 2 معالق دقيق، انما في البشاميل الخفيف او لو انا عايزه احط صينيه مكرونه بس البشاميل الخفيف يبقى هنحط 2 معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد هنا بقى دول 3 معالق دقيق، يبقى 3 كوبايات لبن باردين. باردين واقلب بقى كده عشان ادوب الايه. حلو كده، خليكي سريعه شويه قبل اللبن ما يسخن علشان يدوب لي الدقيق فيها. كده ده طريقه سهله جدا جدا للمكرونه ولذيذه، وكتير قوي بيسالوا عليها عايزين المكرونه اللي بوايت صوص وهي ما فيهاش اي حاجه، بسيطه جدا. شويه بشاميل خفاف من الاخر كده الملخص، شويه بشاميل خفاف عليهم مكرونه بس. احنا بقى حابين نحط عليهم جبنه ما نحطش، مش مشكله، بس ما فيهوش بيض بقى، يعني البشاميل ده ما فيهوش بيض من غير بيض، هو بكريمه بلبن عليه شويه قشطه لو عايزه كده بس. يعني البشاميل ده بيبقى دسم بقى، بيبقى دسم جدا، يعني بيبقى فيه بقى قشطه، فيه كريمه لباني. بس انا عملته على قد الايد، كفايه انا احط جبن يعني حلو قوي كده. هو لبن ودقيق ومعلقه الزبده اللي انا حطيتها، حتى ما زودتش زبده. عايزه تحطي مثلا عايزه تعمليها بيض او بسمنه لازم ما يكونش ليها ريحه، تخلي بالك يعني عشان على طول هيبان في المكرونه. نقلب سريع شويه بس عشان ايه، انا ممكن اجيب المضرب احسن. الكوردون بلو هيقعد حوالي ممكن يقعد مثلا 20 دقيقه في الفرن. طبعا المكرونه دي بتتعمل على الاكل على طول، يعني نكون هنحط الاكل كده هنقدم الطبق لازم في ساعتها نكون جاهزين، يعني نجهزه كده ساعه الاكل، يعني خلاص هنحط الاكل نجهز بقى، ما بياخدش وقت معانا خالص. طبعا طب انت مش عايزه تعملي كده، يبقى بتعملي الوايت صوص ده لوحده اللي هو البشاميل الخفيف، بتعمليه لوحده وتسيبيه لساعه التقديم، تروحي سخناه تاني بس، انما ما تحطيش عليه مكرونه خالص وتركنيه وتقولي بعد كده اقدمه او اسخنه في الميكروويف او الحلقات دي، لا خالص. اعمل انا عايزه اسيبه بقى اللي يجي، اعمل وايت صوص واسيبه على جنب، واكون سلقه المكرونه وسايباها على جنب، اجي اقدم اسخن الوايت صوص واروح حاطه على الايه، على المكرونه، وما احطش جبن برده غير ساعه التقديم. انا غالي اهو، نتأكد ان الدقيق استوى. هنزل بقى شوية جبنة موتزاريلا، شوية جبنة رومي، وأقلب حبة ايه، ننزل المكرونة هنا ماشي، حبة تحطي المكرونة وتروحي حاطة عليها ال الوايت صوص ده زي ما انتوا حابين تحبوا ايه. بص طبعا هنا بقى هتمط وتبقى تحفه جدا. ريحه الجبنه الرومي طلعت، هقلب شويه بس عشان تسيح الجبن. حابه نزود موتزاريلا كمان، لو عايزه المطه بنزود الموتزاريلا شويه. تمام كده، بس خلاص خلصت المكرونه ولا في اي حاجه تاني. انا بس عشان ايه، انا طبعا لو هقدمها للاكل هحط المكرونه هنا وبعدين ايه اقلبها، بس انا عشان تبان لكم بس التصوير بتاعها وشكلها، فانا هحط المكرونه وفيها الايه الصلصه دي. ماشي اهي كده، بسم الله الرحمن الرحيم.
نجيب طبق مكرونه، ممكن ايه، ممكن نحط في ده شويه مكرونه، او طبعا لو عايزه صغير عادي تقديم ممكن لواحد بس يعني. حط شويه فلفل اسود بس، ماشي، محطلهاش ملح وفلفل صح؟ محطتلهاش، حطلها بس مش هكتر ملح، حتى جبنه رومي فالملح يعني تحفظ غنونه، بس احطلها شويه فلفل اسود. ماشي ادي كده وايت صوص اللي بالجبنه، سهل وبسيط مفيش اي حاجه. بس هنا كده ايه شويه مكرونه تاني، اقول لكم منظر فيها هرم، منظر هرم، وانزل على بقى ايه البشاميل الخفيف او الوايت صوص اللي بالجبنه ده. طبعا لو حابه تنزلي هنا المكرونه وتقلبي مفيش اي مشكله، وشويه جبنه رومي على وشهم كده، مش موتزاريلا طبعا انا مش هدخلها الفرن، بس بس كده بسيط جدا، سهل وخفيف وسريع. دي وجبه لوحدها على فكره من غير كوردون بلو ولا حاجه، يعني عايز يعملها انا عاملاها عشان تبقى ايه جنب الكوردون بلو كده، اللي ياكل ده ياكل ده جنبها، انما انا ممكن مش عايزه اعمل اكل اعمل دي خلاص. طب اطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل عيش مقلي بس عيش مسكر، هيبقى حاجه حلوه كده ان شاء الله تعجب الاولاد جدا. هي كانت حاجه قديمه على فكره قوي 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 قوي، هي كانوا بيعملوها زمان، حكيت لكم حكايتها واحنا شغالين خلاص. الوصفه دي عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق او كوبايتين، يعني بس هي 3 كوبايات، عايز اقسم المقدار لاقل زي ما انت عايزه، يعني ما شاء الله 3 كوبايات بيرموا حبه كويسين قوي. ف 3 كوبايات من الدقيق، عليهم 2 بيضه، عليهم معلقه خميره كبيره، معانا معلقه بيكنج باودر، حطينا عليهم معلقه من الزيت، فانيليا، وشويه سكر. سكر دي قولي كده على 3 كوبايات ممكن ناخد نص كوبايه من السكر، تمام. اخد عليهم كوبايه لبن او ازيد او اقل، وباقي ميه، يعني لو حبينا نوفر حبينا نعملها كلها باللبن خير وبركه، فزي ما انتم عايزين بقى، يعني ممكن تعمل كلها بلبن وممكن ناخد شويه لبن ونكمل ميه اللي يريحكم، تمام، عشان بس مش حاجه مكلفه. فاخد اول حاجه 2 بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان هي دي اللي ايه تختلط معايا المواد السايله مع الفانيليا، كوبايه لبن، زي ما قلت لك عايزه اكتر اقل شكلها كده خد مني اكتر شويه، معلقه خميره كبيره، معلقه بيكنج باودر، والسكر حوالي نص كوبايه من السكر، معلقتين زيت كده او معلقه زيت، ما تكتريش الزيت عشان هقلب زيت فالعجينه مش هيكون فيها زيت كتير، شوية مية بقى زي ما اتفقنا كده او اكمل لبن، وبعدين انزل الايه الدقيق واقلب. هي عجينة سايلة، عجينة ايه سايلة، عارفين عجينة الزلابية كده بتبقى شبهها او لا اخف من عجينه الزلابيه، زي عجينه ال يعني ايه قريبه بين الكريب والزلابيه، بين ده وده اهي بالشكل ده. خلاص خلصت، اهي هي بقى اما بصوا القوام ده شايفينه، القوام ده بقى لما تخمر بتخن شويه،
ما تخنتش انا بقى ايه بحط لها شويه دقيق عادي جدا، طلعت تخينه قوي بروح اخفاها بشويه ميه او شويه لبن. فانا هوريكم دلوقتي اللي انا مخمراها من لازم تريك تخمر دي شويه. احنا عملناها من ايه الاول اللي بحطها تخمر؟ حطيت بيضتين، حطيت عليها شويه فانيليا، سكر، معلقه زيت، كوبايه لبن، ضربتهم مع بعض، عايزين بس شويه ملح كمان. ضربتهم مع بعض، بعد كده نزلت عليهم شويه من الميه، وبعدين نزلت الدقيق شويه شويه لغايه ما كونت العجينه السايله اللي انتم شايفينها دلوقتي دي، مع رشه الملح كده. واركنها بقى، اغطيها بحاجه بلاستيك كده عشان ما تنشفش، واركنها اشوف اخبارها ايه معايا. اوريكي دلوقتي الخمرانه واقول لك احنا هنشتغل بقوام شكله ايه. هي لما بتتخمر بتتخن، فممكن يكون عاملاها ايه، لا تخينه شويه فتتخن مني اكتر، اخفاها اظبطها يعني بعد التخمير مش مهم. اهي نشوف كده، اجيب كبشه ونشوف. اه لا كده كويس، بصوا كده بين الزلابيا وبين الكريب كده مظبوطه جدا. بصوا هنعمل ايه بقى فيها، حط الطاسه على النار، طاسه تكون قد الرغيف اللي انا هعمله، واحط زيت مش قليل كده عشان دي مقليه. شايفين الزيت قد ايه؟ كميه كويسه مش قليله خالص، يعني اهو كده مالية القاع كله بارتفاع بسيط. تمام كده، بسيبه يسخن بقى قوي واروح ايه مشغله. انا هغطي برضو العجينه دي. العيش ده بقى اللي كانوا بيعملوه زمان في ايه، زمان قوي ايام الخبيز، يعني والله قليل قوي اللي بيخبز، ارياب في ناس بتخبز بس في ناس لا بيشتروا العيش برضو، بس كان زمان طبعا ما كانش في حاجه اسمها يشتروا، كان عيب قوي ان واحده تروح الفرن تشتري عيش، دي كان ايه ده ازاي يعني. فكانوا على طول يعملوا العيش في البيت الخميس الصبح كده زي افلام العربي اللي بتشوف هو زمان. فكانوا يخلصوا العيش طبعا بيقوموا بقى من الفجريه، ففي بقى من الاولاد بيروحوا المدرسه يصحوا انهم عشان يروحوا عايزين يفطروا ويكونوا ايه لسه شغالين في العيش، فيعملوا لهم حاجه حلوه، حتى كانوا زمان بيسموها بقلاوه، يعملوا لنا بقلاوه، ياخدوا بقى جزء من العجين ده واللي هو خمران اللي هو هيعملوا بيه العيش العادي خالص، ويروحوا مزودينه بقى شويه لبن كده مع شويه سكر، وممكن بقى اللي عايزه تزود غذاء الاولاد تكسر فيها بيضه او اتنين وتربوا مع بعض كده والعجينه الخمران لغايه ما يبقى ايه بالخفيه دي، وتروح جايبه زيت وصباه وعامله لهم عيش ورش عليه سكر بودره وياخدوه معاهم المدرسه بالشكل ده. طبقوا كده ياخدوه المدرسه زي الحكايه اللي حكيت لي بالظبط. فدي المواصفات بقى القديمه قوي برضو، عيش عجينه عيش بس خفنها. شوف الاخبار بقى ايه، هنجرب كده في واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الزيت يطلع فوقيها برضو كده. دي بتتاكل مع ايه؟ سكر بودره. احنا حطينا شويه سكر فيها، عملنا 3 كوبايات دقيق، حطينا عليهم نص كوبايه من السكر العادي، وبعد كده برضو ترش طبعا مش كتير، 3 ونص كوبايه مش كتير على 3 كوبايات، طعمها حلو شويه بس زودوها بقى بالايه؟ بالسكر البودره. حط الزيت فوقيها كده برضو. عشان تنفش من فوق قبل ما اقلبها. ممكن نقلبها برضو. بسم الله. تعالي. بص بقى عملت ازاي. زي الفطيرة. لا كلها مليانه من جوه، يعني فيها عجين من جوه مش فاضيه. انا بقول لكم مسمينها بقلاوه.
العيش ده يعني بيطلعوا منه يعني بصوا إيه عشان بيخبزوا عيش طلعوا منه اللي كانوا بيعملوا زمان البيتزا كانوا بيعملوا زمان قبل كده من الفراقه بيطلعوا منها القرص اللي هي بالسمنه او بالقشطه يعني حاجات كتير قوي كانت ست المصريه او ست البيت اللي بتقعد تخبز بتطلع افكار كتير جدا من عجينه العيش اللي في ايديها دي ومن ضمنها بقى دي هيحمر كده على ناحيتنا اهي ناخدها كده ويرشوا عليها بقى السكر وياخدوها معاهم المدرسه بقى تمام على كده تانيه نفردها شويه ممكن كده طبعا كل مره بتعمليه بيطلع احلى من الاولاني بيتظبط بقى اكتر نطلع زيت فيها دي بقى حاجات حلوه كده شتويه كمان اكتر شتويه بقى تاكل في الشتا كده حلوه قوي انا مش عايزه ازود الزيت قوي بس هو يعني المفروض بقى يتعمل بزيت كتير زي ال زي ايه زي الزلابيه المرة الجاية زود زيت أكتر. كان في كمان بقى بيعملوا من ده العيش المقلي ده العجينة اللي هي أنا عملتها قبل كده بتهيألي بتبقى العجينة برضو تخينة زي ما هي زي عجينة العيش بس بيروحوا مزودين له سمنة وقالينه في الزيت في سمن مش في زيت كمان. المرة الجاية زود شوية كمان. عشان ناخد راحتنا بس في التقليب. على فكره الوصفه دي انا شفتها قبل كده مع وصفات يابانيه بيعملوا الحاجات دي في اليابان في المطاعم برضو كانوا بيعملوا الحاجات دي ويقدموها يبيعوها في الشارع كده للناس برضو بنفس الطريقه دي البسيطه خالص دي ولا فيها اي حاجه بس بقى حركات بقى وقطاع ويبيعوا منها كده ازود شويه زيت انا عايزها تبقى اسهل لي شويه عشان الزيت يطلع فيها بالراحه تعالى كده على جنب ماشي اوريكي بقى كده تطلع شكلها احلى ان شاء الله يعني يعني تقليب بسيطه كده وانا بقول لك بقى يعني ما شاء الله بس الواحد يشغل مخه ويطلع يعمل فسيخ شربات يعني هيعمل مفيش حاجه اسمها مفيش اكل في البيت دي لا في ان شاء الله على خير في يعني بحبه دي اهو شويه سكر وحبه خمير احنا عملنا اكله دي ممكن الاولاد بقى ياكلوها في الفطار في العشاء حلوه جدا على فكره شلت الكوردون بلو من الفرن خلاص ما زي قلت لك هو 10 دقائق كده ربع ساعه بالكتير وبنشيلها دفر 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 قبل ما يزعل بس كده طلع زيت فيها كده فاكرين العيش البوري اللي عملناه مع بعض قبل كده دي كانت عجينه ناشفه برده كده وكانت حلوه جدا هقول تاني انا عملت دي من ايه انا عملتها من 2 بيضه عليها فانيليا 2 بيضه فانيليا ومعلقتين من الزيت وحطيت عليها كمان كوبايه لبن ضربتهم مع بعض وحطيت بيكنج باودر كمان تمام وبعد كده قلبتهم مع بعض زودت شويه ميه بعد كده حطيت الدقيق وقلبت عملت عجينه سايله وسبتها قلبت يعني غطيتها وسبتها تخمر خميره وبيكنج باودر معلقه خميره ومعلقه بيكنج باودر نقلب ان شاء الله تعجبكم قوي قوي دي ما تفتكريش ان هي شاربه زيت هي مش شاربه زيت هي حلوه قوي هقول المقادير من تاني عشان تقولها مظبوط بس احنا حطينا 3 كوبايات دقيق دول عليهم نص كوبايه سكر
عليهم 2 بيضة، عليهم كوباية لبن أو نزود اللبن زي ما احنا عايزين، ومعلقة خميرة كبيرة ومعلقة بيكنج باودر كبيرة، وعجنا ده كله مع بعضه عجينة سايلة. خلاص كده سهلة جدا، ورشة الملح طبعا. يبقى 3 كوبايات دقيق، نص كوباية سكر، 2 بيضة، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، رشة الملح، كوباية لبن أو تزودي اللبن ونزود مية بعد كده لغاية ما نكون عجينة طرية أهي بالشكل ده. تمام كده، كمل بس كده. هي دي الوصفة، بس هجيب سكر بودرة ورشها عليها وأقدمها. ودلوقتي بقى أنا هكمل دي كده بس، وهطلع فاصل وهنكمل بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، هحط بقى سكر بودرة على الفطير كله بتاع المدرسة ده. ها هو معروف بفطير المدرسة. لا بس زمان يعني مش دلوقتي. شوية سكر بودرة كده حلوين، بس كتري بقى شوية، معلش هنكتره حبة كمان عشان بس طعمه فطير حاجة حلوة. خلاص هما كانوا بياخدوها كده ويلفوها وياخدوها معاهم المدرسه بقى زمان. عرفنا بقى العجينه دي من ايه، هقول لك اخر حلقه احنا عملناها من ايه تاني عشان ان شاء الله تعمليها وتطلع معاكي ان شاء الله كويسه جدا. طيب احنا عايزين نعمل دلوقتي كب كيك، برده حاجه حلوه، طريقه سهله وبسيطه جدا وشكلها حلو يعني تفتح النفس كده. انا هعملها، بصوا عارفين الفورمايسيل الجديد اللي طالع، عملناه طبعا كتير مع بعض، اللي هو الصغنن ده انا هحطه في وسط العجين، هيديك شكل حلو والطعم يغير شويه طعم الكب كيك، بيديله شكل حلو للاولاد ان شاء الله يعجبهم قوي، ويدي قرمشه كده جوه ايه جوه الكب كيك. طيب انا عندي ازاي بقى، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، 2 بيضه، معلقه بيكنج باودر كبيره، فانيليا ورشه الملح، وهاخد من دي هحط حوالي نص اكتر من نص كوبايه من الفورمايسيل المدور ده. طبعا برده حطي معلقه خل مع الكيك، بيديها بتنفش معاكي حلو قوي. تمام، فانا هاخد هنا الخلاط، استعمال كيكه عاديه خالص مفيش اي حاجه، نص كوبايه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايه من اللبن، 2 بيضة، فانيليا، كوباية سكر، وأضربهم مع بعض. اجيب رشة ملح، هنا على الدقيق رشة الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، تمام كده خلاص. هاخد بقى هنا كوبايتين الدقيق عليهم معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، احطهم في الطبق، واحط عليهم اكتر من نص كوبايه من الفورمايسيل المدور الصغنون ده، مش الطويله، الطويله ده ما تقيل قوي قوي يعني صراحه، وتبقى ناشفه، انما المدوره دي لا لذيذه كده ورفنوعه، بتدي قرمشه جوه الكب كيك وبتدي طعم كمان حلو، فاحط منها اكتر من نص كوبايه. وقال لي بص بالشكل جميل ازاي قبل ما اعمل اي حاجه شكلها حلو كده. ونروح منزلين عليها بقى ايه؟ عضلات، والله تربوا لي عضلات. هنحط الايه؟ الخليط بتاع البيض مع اللبن مع الزيت مع السكر والفانيليا، وقلب كله مع بعضه.
واحط قوالب الكب كيك. عايزه ما عندكيش قوالب كيك، عايزه تعمليها صينيه اعمليها صينيه براحتك خالص، محدش ليه عندنا حاجه. بس انا عملتها كب كيك عشان الاطفال يعني بالذات. هبص الشكل، شكلها جميل ازاي. ابدا بقى اصب في القوالب. انا ممكن اعمل ايه عشان اسهل على نفسي الصب بقى وما اقعدش معلقه من معلقه وحركات دي، هنزل في ايه في درق الخلاط تاني. واصب في القوالب يسهل عليا يعني. في ناس بيحطوا في كيس حلواني، في بيحط، بس يعني ما فقدش كيس حلواني خساره. هو كده في اي دورق، لو مش عايز تحط دورق الخلاط في اي دورق بس كده كده هيتغسل. اروح واخده بقى في ايه كب ورقه صينيه كب كيك وفيها الورق بتاعها، او زي ما قلت لك لو عايزه تحطي في صينيه حطي في صينيه. كده بحط ايه النص، او يعني خليكي في النص كفايه، نص تلات ارباع زي ما انت عايزه. شفت بتسهل ازاي بقى كده دي. واروح مدخلها الفرن، ما بتغيبش خالص. الكب كيك بياخد ربع ساعه بالكتير، 20 دقيقه بالكتير، لانه طبعا انتوا عارفين ان قطعه صغيره ودرجه الحراره غير الصينيه خالص. الصينيه ممكن تاخد لها ساعه لربع ساعه. دي زادت شويه بس هتلاقيها قبت لفوق بقى كده شويه. لو انت عايزاه تقب لفوق بتزودي شويه بقى ال، بس انا هحاول اخليهم متناسقين. بس وانا مدخلاهم في الفرن على 180 درجه. تمام كده. انا بقى ممكن ازوقهم بايه دول؟ انا دي انا ممكن اجيب لها، هجيب لها شوكولاته، شوكولاته خام خالص، اروح مسيحاها في حمام ميه وهزوق بيها برضو، بخليها شكلها كده لطيف يعني. هي بصي بعد ما استوت اهي بالشكل ده، دي بعد ما تستوي انا ممكن اقدمها بالشكل ده. هي بص شكلها حلو قوي برضه اهي، ممكن اسيبها كده. بس الاحلى بقى لما اعملها قطعه جاتو، يعني هي كده كب كيك عادي ما فيهوش حاجه، انما اما انا بقى احط لها شوكولاته خام انا كده قلبتها ايه، قلبتها بقت قطعه جاتو بقى خلاص. ممكن اشيل ورقه وممكن اسيبها زي ما هي، بس الاحسن تسيبها بشكلها كده احسن. تمام. طيب انا ممكن اطلع فاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل اقول لكم واشرح لكم بقى عملنا ايه مع بعض في كل الوصفات. وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل. انا جبت الكوردون بلو اللي انا عملته في الاول وسبته، دخلت الفرن وسبته يهدى خالص مش عشان اقدر ان انا اقطعه، لازم يهدى خالص قبل ما نقدمه. طبعا نزوق طبق كابوتشايا كده حلوه مع طماطمايه عشان لازم يكون في خضار. ما انا عندي، انا عامله ايه، انا عامله المكرونه اللي هي بالوايت صوص ما فيهاش اي خضار، والكوردون بلو ما فيهوش خضار. طبعا ده ما ينفعش، لازم نحط خضار في الايه في الموضوع ده. والكابوتشايا او الخس البلدي حتى من الحاجات اللي هي ايه بتبقى حلوه في ال، يعني الاولاد بياكلوها كده سهل جدا. شوف الالوان الغير اللي فيها ده، شيله ماشي كده. افرش بقى ايه خس، يعني طبعا ممكن نفرش بقدونس، بس ممكن البقدونس ما يتاكلش قوي، انما الخس هيتاكل. نعمله فرشه كده اوكي ماشي. ممكن نقطع شرايح طماطم، ممكن نحط شرايح بصل، ممكن نحط شرايح جزر رفيعه، خيار، يعني الحاجات دي تبقى حلوه جدا يتسلوا فيها كده، ما بيبقاش كله نواشف بس،
ما يبقاش مثلا الكوردون بلو دوت حاجة بروتين بس ناشف نواشف مع المكرونة وما فيهاش أي حاجة. فأنا ممكن هنا بس كده إيه برضو إيه أديها، أنا مفيش مقشرة هنا، نكحتها نكحت كده الجزرة بس، أو نقشرها بمقشرة البطاطس. مش هنغلب عشان شكلها عامل شويه مغمن عليه، شكلها مغمن عليه. ماشي كده، ناخد بس ايه نعملها رفيعه قوي. طبعا عايزه اقول لكم الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي احنا نحطها للاولاد وهم بيلعبوا رايحين جايين كده، حط لهم جزر، حط لهم خيار في طبق كده ياكلوا فيه يلقطوا فيه كده هم بيلعبوا، احسن من اي بسكوتات او اي حاجه تانية بنحطها لهم، وهتخليهم لما يجي يتغدوا يعرفوا ياكلوا. انما الحلويات اللي بنحطها لهم او الشوكولاتات او الكلام ده كله بيسد نفسهم عن الاكل، انما احط لهم مثلا جزر، احط لهم خيار، الحاجات دي تبقى حلوه جدا. وبعدين انتوا عارفين فوائدها قد ايه، والجزر ده بتعمل قوي النظر، فالحاجات دي لا بص رفيع خالص كده زي الشيبسي كده، مقطع بطاطس الشيبسي كده بالظبط. وكمان ممكن تحط لهم عليها شويه سكر صغيرين عشان يحلي طعمها لو حسيت ان الجزريه مش مسكره. تمام، انا بعملها طريقه قوي كده على رفيعه قوي ليه، علشان ما تضايقهمش في الاكل، والله الكبير وصغير مش للصغيرين بس، يعني حتى الكبار برضو ما يقعدوش يقرقشوا كده كتير فيتضايقوا منها ويزهقوا بسهوله، انما لما اقطع رفيع لا على طول بيتمضغ بسهوله جدا. ونبدا نحطهم كده في وسط الخس كاني بعمل سلطه، بس ما هياش سلطه، هي خضار كده من غير اي حاجه. هرص عليه الكوردون بلو كانها طبق تحتيها كده، شكل تحتيها، والله حابه تعمل طبق سلطه خضراء برضو خير وبركه. ناخد طماطميه، بس انا قلت يعني ايه يعني شياكه بالشياكه بقى النهارده كله شياكه. ناخد بقى الطماطميه نعملها ايه ورده، ناخد القاعده دي كده، بص الورده كده، نقي طماطميه ناشفه الاول، هناخد دي نعملها قاعده الورده، وبعدين بقى نبدا نقشر الايه الطماطميه كده عشان نعملها وردية، نقشرها كأننا بنقشر برتقانة. طبعا كل ما تكون الطماطمية ناشفة تبقى أحسن طبعا. ماشي لغاية ما خلصنا اهي كده، اهي كأني بقشر برتقانة. ادي كده ايه قاعده الورده، الف دي حوالين نفسها، الف الورقه تاني كده القشره دي حوالين نفسها كده كاني برجعها تاني طماطميه بس بدخلها جوه بعضها. بصوا كده اهي كده سهله خالص خالص. بس كده حطها كده هنا، ممكن عايزه تضيقي كده بس انا عشان عامله لها ارضيه كبيره شويه فسايباها مفتحه مش مقفله، ممكن تعملي ورده مقفله وورده مفتحه زي ما انت عايزه. اخد بقى ايه اشيل ده واجيب الثانيه عشان دي مليانه قشر بقى عشان اقطع الكوردون بلو عليها واقدمها. تمام كده، نضف بس الايه السكينه عشان قشر الحاجات دي قشر الجزر. نبدا نقطعها بقى ايه حلقات بقى كده متوسطه. بص شكلها، جبنه البيضه جوه، جبنه بوك اللي عملنا بيها النهارده دي اشتغلنا بيها دي جبنه بوك، والفراخ المفرومه، شوفوا الاشكال بقى تحفه ازاي،
حلو قوي قوي قوي. وبعدين بصوا بقى الفراخ المفرومه خدت شكل ازاي غير الثانيه، حتى ما يعني مش تحس ان هي معموله، لا كانها يعني مخبوزه بالشكل بتاعها كده. تمام، وابدا بقى انا ارصها هنا كده. ادي كده كوردون بلو اللي عملناه بجبنه بوك النهارده. وبعدين يعني برضو من ضمن يعني شيك وحلوه وكل حاجه، ومن ضمن بقى الحاجات اللي بترمي معاكي كتير قوي، يعني تقطعي كده تاكلي عيله بحالها من كام واحده، او لو هو طبق جانبي في حفله مثلا، ما شاء الله بيدي بقى كميه جميله، تعملي سيرفيس محترم منها. بص انا كام واحده بس هيملوا الطبق ده وزياده كمان، ولازم تسيبيها تهدى. يعني انا عملت فيها ايه، حطيتها الاول في الفريزر وبعدين قليتها وبعدين دخلتها الفرن، وبعد ما طلعتها من الفرن ما استخدمتهاش سخنه على طول، لا ما ينفعش ما ينفعش معاها الفرن السخنه على طول دي، لازم بسيبها ايه تهدى. هقول لك على كل حاجه من تاني ان شاء الله، كله كله هقوله، وعد لك كل المقادير وكل الطرق بالراحه خالص معانا وقتنا الحمد لله. دي اللي فاضيه الداري ورا الداري الحرف اللي فاضي. بصوا ما شاء الله بقى عامل لكم قد ايه، ده نص كيلو من الفراخ المفرومه، نص كيلو بس عمل كل ده. وهقول لك برده الطريقه، انت لو حبيتي تسلقي او حبيتي تعملي ايه، لو حبيتي تسلقي دي محشيه جبنه بس على فكره، دي خمنه حق حته لانش صغننه. ماشي ادي كده، شوفي ما شاء الله بقى قد ايه. طيب تعالي بقى هنا، هسيب دول دلوقتي بس، دي شكلها برضو لطيف، ممكن اخليها هنا كده، حلو شكل الجبنه البيضه جواها حلوه جدا. هقول لك عملناها ازاي برضو بس نخلص كله الاول دي كده خلاص. هنا بقى عندي الكب كيك، انا عايزه ابص على في الفرن انه برضو شكله استوى. كله حبه صغيرين ويستوي، هو ما بياخدش وقت خالص، دقيقتين دقيقتين واطلعه. اجي هنا اجيب بس طبق تورته كده، هاخد بقى هنا دي شوكولاته ما فيهاش عليها اي اضافات خالص، مش صوص، دي شوكولاته خام. الشوكولاته الخام دي انا مسيحاها على حمام ميه، كسرت الشوكولاته، عايزه المره الجايه ان شاء الله اعملها قدامكم برده، بس انت اكيد شفتوها قبل كده كذا مره. عملناها مع بعض كذا مره يعني. حطيت الحله على النار فيها شويه ميه، عليها البوله، كسرت فيها الشوكولاته في البوله وسبتها تغلي، لازم تكون حرف البوله بعيد عن الميه، اساسي اساسي يا جماعه والله، عشان بس تخلي بالكم. همسك بقى ايه بعد ما استوى الكب كيك وبرد شويه، بروح منزلاه كده في الايه في الشوكولاته السايحه دي، عشان نحولها لقطعه ايه جاتو بحاجه بسيطه، يعني بدل ما هي كب كيك كده عادي، لا انا كده قطعه جاتو خلاص، بحبه الشوكولاته وحبه الفورمايسيلا على الوش دي، حولت الشكل تماما. ماشي اهي كده شوكولاته، انا برش على طول فورمايسيل قبل ما يجمد عشان تلزق فيها الفورمايسيل كده، ما نكترش بقى عشان جوه فيه، انا بس حبه كده شكل حلو يدي منظر جميل كده ان شاء الله يعني كده. شفت بقى يعني احنا بنقلب الحاجه من حاجه لحاجه، ما بنكسلش بس نعمل نزوق او نعمل حاجه بحاجات بسيطه جدا
ومش مكلفة بنحولها لحاجة تانية خالص، بنحولها 180 درجة. يعني بدل ما كب كيك عادي لا حطينا جواه حبة الفورمايسيل دول، بدل ما يبقى كده برضو حبة شوكولاتة وعليهم الفورمايسيل بقى قطعة جاتو. تمام؟ كمان كده عايزة اطلع في الفرن كده ايه تلات دقيقتين عدوا. كده بسيط كده بس ينور. حاضر هطلع بقى دلوقتي فاصل، وهرجع من الفاصل احكي لكم بقى كل حاجه عملناها ازاي بالمقادير وكل حاجه بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، وهقول لكم بقى مع بعض احنا عملنا ايه دلوقتي. احنا عملنا طبعا احنا خلصنا كده خلاص الاكلات، بس نشرح بعض عشان اللي طلع معانا متاخر يقدر يعرف احنا عملنا ايه. اول حاجه عملناها مع بعض الكوردون بلو اللي عملناه بطريقه جديده وان شاء الله ناجحه جدا، واي حد هيجربها صغير او كبير تطلع معاه ممتازه جدا. الكوردون بلو ده انا عملته بالفراخ المفرومه، جبت فراخ مفرومه او صدور فراخ وانا فرمتها، حطيت معاها معلقه بصل مفروم معلقه صغيره خالص، وشويه ملح وفلفل وشويه بهارات اللي انت عايزاها، بابريكا بقى مش بابريكا مش مهم، اي بهارات تفضليها. تمام كده ان شاء الله ملح وفلفل بس، مع بصلايه صغيره عشان بس ايه ما يبقاش فيها ريحه اي زفاره. عجنتها بالبصلايه والملح والفلفل وحبه بهارات صغيرين واي حاجه تفضليها، وركنتها على جنب سبتها تريح شويه. جبت ورق اللي هو الاسترتش فردت فيه مستطيل كده قد كده من قد قطعه اللانشون اللي عملتها صراحه، فعملتها مستطيله كده، وبعدين رحت مبططاها مستوى رفيع خالص، وبعدين حطيت عليها اللانشون زي ما انتم شايفين كده، وبعدين حطيت عليها جبنه بوك، جبنه البيضه، جبنه بيض بوك اللي هي نوعها بوك يعني، حطيت دي جبنه بيضه فيتا كده ان شاء الله تعجبكم قوي، كريمي خالص. فردتها على لانشونايه، وبعدين بالاسترتش كده رحت لفها رول، لفها رول انت بتمسكي تشوفوا الاعاده ان شاء الله، تمسكي كده الاسترتشايه وتلفي بيها الايه، بس طبعا ترفعيها منها ما تلفيش الاسترتش من جوه، اوعي لازم هي تكون مع بعضها كده، وبعدين في الاخر تروحي لفها زي البونبونايه كويس قوي وضغط عليها وحطها في الفريزر، يا اما تسلقيها انا حطيتها في الفريزر. تمام كده، وبعد كده رحت ايه مجهزه بقسماط ناعم وبيض ودقيق، بعد ما دخل الفريزر في الاسترتش جمدت كويس جدا، تملكت منها كلهم بنفس الطريقه، فراخ مفرومه لانشون جبنه بوك اتلفت، عملت كذا واحده بالطريقه دي، طبعا تعملي المقاس اللي انت عايزاه، وبعدين ادخله الفريزر اطلعه بعد ما جمد افك الاسترتش من عليه، احطه في الدقيق بعدين في البيض بعدين في البقسماط واقليه في الزيت. هتقولي مش هيستوي، رحت شلعاه من الزيت طبعا لان هي سميكه ومتلجه فطبعا ما تلحقش، بس انا خدت اللون الحلو والتحميره بتاعه الايه الزيت، رحت مطلعاها من الزيت حطها في الصينيه مدخلاها الفرن، قعدت في الفرن حوالي من 10 دقائق لربع ساعه كمان، هي كده 100 100 جدا، الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت، فخدت لها قد 5 دقائق او اقل بقى حسب ما اتحمرت مش مهم، وخدت حوالي 10 دقائق في الفرن او ربع ساعه بالكتير قوي. طلعتها طبعا تخلي بالك منها لو انت حاسه ان هي احمرت قوي تغطيها بايه بورق الومنيوم وانت مدخلاها الفرن عشان ما تتحرقش معاكي بالزياده، يعني لو خدت لون معاكي زياده هنا يبقى لازم تغطيها وتدخلها الفرن، ما خدتش لون قوي قوي هتستحمل، انا كنت مطلعاها مظبوطه وحلوه قوي، لما دخلتها الفرن خدت لون زياده كمان شويه بقت مظبوطه بالشكل ده، بطلعها بقى من الفرن واسيبها تبرد تماما وبعدين اقطعها عشان تديكي الشكل زي المسطره ده، لو انت طلعتيها سخنه عايز تاكليها سخنه بقى قطعتيها هتديكي مفروله شويه. تمام، عملنا ايه اللي يليق معاها؟ برضو الحاجه الشياكه اللي قلت لكم عليها اللي هي ايه المكرونه بالوايت صوص اللي اتسالنا عليها كتير، اللي هي من الملخص بتاعها ان هي مكرونه بالبشاميل الخفيف. انا عملت البشاميل الخفيف جبت معلقتين ثلاثه من الدقيق كده حسب ما انا عايزه، هي كل كوبايه لبن تاخد معلقه دقيق واحده، جبت 3 معالق دقيق حمرتهم من غير اي حاجه عشان ما ازودش، بس قلت فيها جبن فبلاش ازود فيها لا سمنه ولا زيت ولا زبده، فحطيتها على في الطاسه زي ما هي كده وهي ناشفه خالص،
3 معالق من الدقيق حمصتهم فيها، اديتها لون مصفر شويه، ورحت منزله عليهم معلقه كبيره من الزبده وقلبتها معاها، سويت الدقيق ده. بعد كده نزلت عليهم 3 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات من اللبن، وقلبت قلبت بسرعه 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 بسرعه، ممكن بمضرب علشان تفك معاكي على طول. بعد كده شويه ملح وشويه فلفل ظبطتها. بعد كده حطيت لها جبنه رومي وجبنه موتزاريلا عشان تدينا المطه اللي هتبقى ايه في الجبنه. بعد كده بعد ما خلصتها بالشكل ده رحت حاطه المكرونه في الطبق. طبعا انا لو هقدمها في ساعتها كده الاحسن يعني والالذ كتير، ان وهي في الطاسه كده انزل المكرونه عليها، انزل المكرونه عليها واقلبها واقدمها في ساعتها على طول. انما عشان انا بس عشان المنظر هنا فخليتها، وتعرفوا بقى يعني هتغطى كلها، فسبت المكرونه وصبيت عليها الايه الوايت صوص او البشاميل الخفيف اللي فيه جبنه رومي وجبنه وموتزاريلا وشويه من الجبنه على وشها. حلوه جدا، بس هي مسكت نفسها دلوقتي شويه، خلاص بقى انا عاملها من بدري. عملنا بعد كده الفطائر اللي عملناها بالعجينه السايله او العيش المسكر او العيش المقلي زي ما تسموها. انا جبت 2 بيضه حطيت عليهم فانيليا وضربتهم، حطيت عليهم معلقتين من الزيت او معلقه من الزيت مش كتير زيت، وبعد كده حطيت كوبايه لبن، معلقه خميره صغيره او كبيره، معلقه بيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض حلو قوي. طبعا تحطي حسب كميه الدقيق، انما 3 كوبايات دقيق دي ممكن يبقى معلقه خميره كبيره ومعلقه بيكنج باودر كبيره. قلبتهم مع بعض، كوبايه لبن، زودت عليهم كمان شويه ميه، لو حابه تكملي كلها باللبن ده يرجع لك انت، انما انا حطيت شويه ميه وشويه لبن عشان تبقى بس مش غاليه تبقى اقتصاديه. وبعد كده رحت عاملاها عجينه ما بين الكريب وما بين البقلاوه، بين الزلابيا، بين الاثنين كده، سبتها تخمر. وبعد كده جبت طاسه فيها زيت مش قليل، زيت كويس كتير، ورحت صبه فيها العجينه دي. بعد كده بقيت اطلع من الزيت واحط على وشها، بقت بالشكل ده زي الايه زي البقلاوه، يعني هي زي الفطيره، هي كده فيها سكر من جوه، فيها نص كوبايه سكر. انا اقول لكم السكر انا حاطه مع البيض واللبن ومعلقه الزيت حاطه نص كوبايه سكر، كل ده داب مع بعضه، ونزلت الدقيق وكله كله اتعجن بشويه ميه زياده او شويه لبن زياده زي ما انتم عايزين. بعد كده بحط عليها كمان من بره سكر بودره عشان تبقى حاجه حلوه مسكره. خلاص كده عملنا مع بعض الكب كيك السهل جدا جدا والشيك قوي قوي برضو، اللي انا عملته فور ماي سيلف، فور ماي سيلف المدور الرفيع ده. ما تعمليش مكانه الطويل، ما تقوليش انا ما عنديش غير ده واحط ده، مش هيبقى لطيف خالص، لان هيبقى ناشف قوي جوه الكب كيك مش حلو، انما الصغنن ده لا بيبقى مقرمش لطيف يعني. خلاص كده انا جبت كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الدقيق، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، 2 بيضة، معلقة كبيرة بيكنج باودر وفانيليا، تمام؟ عملتها في الخلاط. حطيت كوبايتين الدقيق ومعاها رشة الملح ومعلقة بيكنج باودر في طبق. حطيت في الخلاط إيه؟ حطيت في الخلاط البيضتين معاها الفانيليا معاها الزيت معاها اللبن، وضربتهم مع بعض في الخلاط. حطيت الفورمايسيل نص كوباية بحالها، حطيته مع الدقيق، رحت مقلبهم كلهم مع بعض قبل ما أنزل عليها اللي في الخلاط بقى. بعد كده بعد ما ضربت اللي في الخلاط اللي هو الدقيق والبيض والسكر واللبن، رحت صبها على دي وقلبتهم كلهم. بصوا كاني بعمل كب كيك عادي خالص، بس الزياده هنا اللي فيها اللي هي فور ماي سيلف. سويتها حطيتها في قوالب الكب كيك، طلعتها بقى من الفرن ورحت حطها في ايه شوكولاته سايحه. سيحت الشوكولاته على حمام ميه، ورحت ايه يعني حاطه حله فيها ميه وعليها بوله ومكسره فيها شوكولاته سيحتها، ورحت يا دوبك ماسكه الكب كيكه كده ومغطساها في الشوكولاته وعدلاها. قبل ما تسيح كنت حاطه عليها فورماسيل عشان ما ايه لو استنيت لحمتهم كلهم الجو ساقعه هتلاقيها على طول فورماسيل اترمى لوحده. بس بسيطه يعني، انت عارفه لو عندك عيد ميلاد او عندك حاجه وعملت لهم دي كده مع التورتايه مثلا، او حتى دي والله كده بس الاولاد اصحابهم كده يفرحوا هينبسطوا جدا بيها، حط لهم فيها الشمع بقى خلاص، هي كده حلوه قوي. بس كده يبقى كده عملنا الكوردون بلو، عملنا المكرونه اللي بالوايت صوص، عملنا كمان العيش المسكر او العيش المقلي او زي ما تسموه بقى، بس زي ما قلت لك هي طريقه قديمه جدا 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 بيعملوها من منتجات العيش، هي في الاخر من منتجات العيش، هم جابوا عجينه من العيش وطروها بشويه، كل واحد بقى كان ساعتها يطريها بالحاجه اللي هو عايزها، يعني ممكن واحده تطريها بميه بس، في واحده ثانيه تطريها بميه ولبن، في واحده ثانيه تطريها ببيض وميه، يعني انت ممكن تطري هي في الاخر هي عجينه فيها خميره
ماشي، وانت طريها بالحاجه اللي انت عايزاها، خليها ترجع سايله تاني. حطيت لها لبن وبيض، حطيت لها لبن وميه، حطيت لها بيض وميه، كل واحد كان بالموجود عنده كده بيروح شغال فيها ومحولها العجينه سايله، وعامل الفطير ده لاولاده بشويه سكر طبعا عشان تبقى طعمها حلو، والسكر البودره اللي على الوش، او كمان ساعات سكر سنتر مش على فكره، بس هنا كان يعني شياكه شويه برضه. خلاص بس كده. والجاتوه اللي احنا عملناه مش هقول لكم والله هي وسماه جاتوه، لان في علمك لما يتباع في اي مكان هيتباع مش بحاجه قليله، لا برضه ليه ثمنه. تمام كده، بس كده كده خلص حياتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها كلها، وخصوصا الكوردون بلو اللي عملناه بالجبنه بوك ده، يا ريت تجربوها معانا. واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، الى اللقاء. Thank you.